يقولون أن الفودي يتذوق الطعام بعينيه منذ الصغر، وذلك أدى لتطور ظاهرة الصور المهضومة، بالإضافة إلى تفشي متلازمة تصوير الطعام كذلك. في العصور الغابرة كان جمع الطعام يرفع شأنه بين عشيرته، أما في هذه الأيام يتم جمع صور الطعام على الإنترنت لأغراض متعددة، حتى لو كان طعام الغير. تتصدر صور الطعام العالم الافتراضي لتخطف الأضواء من صغارنا، ويتم تقييم هذه الصور عبر نجوم مستوحاة من عالم الجورمي. يعتقد التقليديون أن الفودي يحتاج إلى دعم قوي ليظل نجمه ساطعاً في سماء الذواقة، ونحن نقول الاستمرارية للأقوى. الفودي مع باقات سوى الجديدة صار أقوى.